السلام عليكم حبايبي، حسين البياتي وياكم. الشرح انا شارحه قبل، بس راح ادخل بتفاصيل اكثر، اللي هو كيف تختار الجهاز المناسب لك. فلوسك تريد تستثمرها بشيء، تعرف وين تستثمر وكم تستثمر. ومعلومة صغيرة عني، أنا صار لي 10 سنين أدق بهذه الأجهزة، ما بقيت جهاز ما اشتغلت به. أفريقيا مخلصها، السودان، ما أريد أذكر دول، لاف كثير. وأنا اللي أجرب الأجهزة الجديدة اللي تنزل للشركات، بالأخص صار كم سنة مع مايلاب من 2013 تقريبا أنا أجرب أجهزة للشركات. أي جهاز ينزل جديد ومقتنع به راح تلقيني أسوي له دعاية واشتغل عليه ونزل شروحات عنه. ومو بس للأجهزة مشتغل بمعدات التنقيب، الطحن والغسل وهالأمور، شغلتي يعني من الأخير شغلتي، ذهب خام لعبتي. اللي أريد أوصله اليوم أنه بالتكنولوجيا هي 4 تكنولوجيات موجودة، اللي هي الـ VLF، Simple Pulse، Pulse Induction، و ZVT. أوكي يا زلمة، إيش هذا يا زلمة؟ بدنا نفهم بالعربي. المهم الـ VLF اللي هي التكنولوجيا البسيطة اللي ما تكون مكلفة، مثل الوحش الذهب، Goldback 2، Thickness، GMT، مثل هذه الفئة. السمبل بولس تجي اقوى شويه عنها، اللي هي بس موجوده بالاس دي سي 2300 من شركه وايل لاب. بعدها يجي البولس اندكشن اللي هو النبضي، اللي ما يتاثر بمعدنيه التربه كثير، مثل اللي هو اقواهم وافضلهم الجي بي اكس والاي تي اكس، وفي بعد بقاره انفنتونيوم، وفي شركه وايت اللي هو التي دي اي. بس المختصر الجي بي اكس هو افضل شيء بالبلس اندكشن. ونجي على اخر تكنولوجيا واحدث شيء واكثر تكنولوجيا مكلفه وكلفت حتى سووها، اللي هي زد في تي حقه الجي بي زد، اللي هي زيرو فولتج تكنولوجي. ابسطها لك وانا جايك بالشرح. نبدي بوحش الذهب اللي هي تكنولوجيا في ال اف. وحش الذهب وتكنولوجيا في ال اف ممكن تحدد نوع المعدن، بس ما تحدد انه هذا ذهب 100% وهذا حديد وهذا نحاس وهذا فضة وهذا ألمنيوم. هذا التمييز يعتبر صعب، لأن كل أجهزة الذهب تشوف المعادن كمعادن قابلة للصدأ ومعادن غير قابلة للصدأ. يعني من أجي أنا أقول لك هذا الجهاز يشتغل بس على الذهب، ما ممكن، أو ممكن بطريقة صعبة تخلي الجهاز يخسر أغلب العمق، ولما تريد تروح تمشي بالواقع ما راح يجيب لك نتيجة. فإذا أنت شغال للذهب الخام تريد جهاز قيمته رخيصة ويؤدي الغرض بشكل قوي، أو تدور شغل عروق، تدور عروق. هسه شوف هاي الحجرة اللي قاعد عليها بيها عروق، عرق بيها عرق المرو وعرق الكوارتز. الذهب الصغير اللي جدا صغير بس مش باودر راح يفيدك مثل جهاز وحش الذهب اللي هو الـ VLF تكنولوجي. عمقه راح يكون بسيط، الناس راح تسألني كم العمق راح يكون. تقريبا على غرام، قطعة غرام، راح يكون بحدود 20 إلى 25 سنتيمتر. إذا أنت تريد تشتغل للهوبي ديتكتر، العملات ما عملات، تريد جهاز رخيص تبدي بيه، عندك مثلا الإيكوانوكس 800، اختيار جدا حلو، جهاز بمواصفات جبارة. نقدر بس مو دقيقة 100% انه نعيره بس على الذهب. بس عندك النحاس، الألمنيوم، الفضة، اللي هي مثلا علب البيبسي، علب السجاير، هذه خواصها نفس خواص الذهب، لان معدن ما يصدي. الحديد ممكن نلغيه بسهولة، تمام، بس باقي هذه الاشياء صعبة. بس الإيكوانوكس ممكن يفيد. عندك الإيكوانوكس 800 إذا أنت تريد تدور على عملات ما عملات، إذا عملة وحدة راح ينطيك عمق تقريبا 30-35 سنتي على هذه العملة. نجي للتكنولوجيا الأفضل اللي هي السيمبل بولس، جهاز الـ SDC 2300، وهذا الجهاز يفيد للحبات الصغيرة، مخصص للحبات الصغيرة.
ينطيها عمق أكثر من الوحش، تمام؟ للحبات الصغيرة، بس الوحش حساسيته أعلى بالتقاط الحبات الصغيرة جدا. بس الـ SDC راح ينطيك عمق أكثر بس شوية مع حساسية أقل. والجهاز مضاد للماء، تقدر تدخله تنزل بيه 3 أمتار تحت الماء وما راح يتأثر، وكومباكت يعني ممكن تصغره وتكبره يصير كله يعني هذا حجمه، تقدر تخليه بشنطة لابتوب. يفيد للناس الشغالة حفر، يفيد للناس اللي منطقتها فيها ذهب كثير ناعم، يفيد للناس اللي صعبة بالنسبة لها استخدام الأجهزة والبرمجة. جهاز شغل ومشي، حالة حالة الوحش شغل ومشي ما له برمجة. وعندك الستيب الأقوى اللي هو الجي بي اكسات، اللي هي البلس اندكشن، النظام النبضي اللي تنطيك نبض. هذه الأجهزة ما تتأثر بمعدنية التربة مثل الفيلاف. الفيلاف كل ما زادت معدنية التربة قل عمق الجهاز، أما هذه الأشياء هذه الأجهزة البلس اندكشن ما تتأثر كثير، حساسيتها أقل من السمبل بلس والفيلاف، أقل من الاس دي سي وأقل من الوحش، لهذا راح تنطيك عمق أكبر. يعني إذا الوحش طلع القطعة ب 20-25 غرام، هذا راح يطلعها 35-45 الغرام، تمام؟ يعتمد على البرمجة اللي موجودة به وحجم الطبق اللي موجود بالجي بي اكس، وحجم الطبق يأثر كثير. يعني عندك أحجام من 10x5 إلى 40 قط صينية مندي. فكيف تختار الطبق؟ تختار الطبق على حسب الذهب اللي موجود. إذا أنت شغال على ذهب جدا صغير وعروق وذهب ناعم، تخلي الطبق اللي هذا حجمه اللي هو 10x5. إذا أنت شغال البحث العادي اللي دائما أنصح به، تستخدم يا أما هذا الطبق 15x12، يا أما تستخدم طبق 14 إنش. بالنسبة للذهب الخام 14 إنش جبار بالأعمار. يا أما تستخدم 17x11، هاي للخام. تريد تستخدم هذا الجهاز الكنوز والدفاين، عندك خيارين، يا أما تستخدم الكويل تيك 22 إنش، يا أما تستخدم الكويل تيك 40x20. بس ال 40x20 شوية حجمه كبير، يراد لشخصين حتى يشيلوه، بس راح يدق لك عمق تقريبا 4 أمتار. الطبق ال 22 راح ينطيك، المونو راح ينطيك تقريبا 3 أمتار، الدبل دي 2.5 تقريبا. نجي للأحدث شيء اللي هو الجي بي زد 7000. الجي بي زد 7000 لتاريخ هذا اليوم اللي احنا راح ندخل تقريبا 2020، هو يعتبر أحدث شيء، أقوى جهاز، وما راح ينزل جهاز أفضل منه إلا بعد 3-4 سنوات. وماكو شركة غير شركة مايلاب راح تقدر تنزل جهاز للذهب الخام أفضل من عندهم، لأن هم هاي التكنولوجيا اللي واصلين لها زيرو فولتج تكنولوجي، هم بس هم فيها، هي مالتهم، كلفتهم تقريبا 20 مليون دولار. بعد جي بي زد، جي بي زد جهاز للذهب الخام، ما أنصح استخدامه للكنوز والدفاين. راح يجيب كنوز ودفاين، بس جهاز حساسيته عالية، الطبق واحد يمسك لك الكبير ويمسك لك الصغير. هو أفضل شيء للخام، تستخدمه للحفر، للبحث العادي، لكل شيء. هو جي بي زد بتاع كله. حطوا لنا استفساراتكم وأسئلتكم بالكومنتات، وشكرا كاتب.